يحتل الغناء مساحة هامة ضمن ثقافة سكان الأوراس، ومن أهم الأغاني الشاوية جوج أمامي جوج للفنان سالم سهالي. من تأليفي وموسيقاي، هذه تم تأليفها في نهاية الثمانينات وتم تسجيلها بعد ذلك في استوديو غرفة تيزي وزو. كلمات بسيطة تروي حياة الصبا كيف كنا نعيش في الأرياف، هو جزء من ذاكرة تقريبا هذه هي كوبا. هي بساطة اللحن وبساطة الكلمات، يعني ربما البساطة نتاعها هي أن الناس قدروا يحفظوها بسهولة ويحفظوا اللحن والكلمات، ما هيش ألحان معقدة فيها مقامات إلى غير ذلك. نروح غير وذرار في عيونه والساق. هو مأخوذ من يتنجوك، أي الحركة، والحركة باللغة الأمازيغية نقولها يتنجوك، والحركة هنا المقصود بها حركة المهد، هذا هو المقصود بكلمة جوك. جوك هي كلمات بسيطة تعبر على حياتنا كيف كنا نعيش في الريف سابقا، كيف كانت حياتنا اليومية ببساطة انتهى إلى غير ذلك. تقريبا هذا يدور نص الأغنية حول هذا.